مين ما كان. جوال حاتم، انت زوجي بتصلحي تفتحي بيت، تتحملي مسؤولية ولد وزوج، يعني انت زوجي صالحة؟ صراحة صالحة، ولا بخون ولا بعمل قصص ولا بظهر على جوزي، وما حدا في برهن يعني في كل ماني عامله بحياتي شيء غلط تجاه جوزي. يمكن انا بخاف من البيبي لانه انا بيبي من جوا، بس انا بعبد ابني وعقد ما بعبد وبخاف عليه. هلا اكون جوزي يعني صالحه، اكيد صالحه، بس يمكن جوزي بالنسبه له انا ماني مهضومه، ما بضحك، ما ايجويست يمكن. طيب جوال، اذا في اشخاص بيقولوا انه انت ما خرج تفتحي بيت، هدول الاشخاص اللي بيقولوا انه انت غير صالحه لتتحملي مسؤوليه ولد، لتتحملي تكوني مع رجل، وايضا تتحملي مسؤوليه بيت طويل عريض، شو بتقولي؟ يمكن في ناحيه منهم بناحيه معهم حق، انه انا كثير بسرعه صاروا القصص بحياتي. انا كنت بنت مغنجه ومدلله عند اهلي. جوال، انت حدا حزين؟ نعم. مع انه عائلتك كثير منيحه، كتر زوجك بعقد نجم كثير كبير طبعا، وعندك بيبي. جوال، شو ناقصك بالحياه؟ جوال حاتم، شو ناقصك بالحياه؟ الله بيعرف. بدي اعرف منك هلا، انا اليوم ما جايبك جوال كوني اكيده ولكل المشاهدين، ما جاي اعمل بطل من خلال جوال حاتم، جاي اقول اللي لازم ينقال، لانه خلص العالم زهقت. جوال، تعبنا مواقع تواصل اجتماعي، طلقنا، تجوزنا، رح احكي فيهم بالبارت الثاني. اما هلا، شو ناقصك جوال بحياتك؟ اسم الله عليكي مره حلوه، بتشتغلي موديلينج، حب والحنان. شو الحب والحنان؟ بحس انه جوزي ما بحبني. بس مش مزبوط هالحكي جوال. بحبني بطريقة، بخاف علي أكيد بحبني، بس منه مغروم فيي. إذا مزبوط ما مغروم فيكي، مش غلطتك؟ يمكن إيه أو لا، ما بدي تحكي. يمكن في بلا، يمكن في من أغلاطي، بس أنا هيدا اللي بحسه. هيدي هي على مسؤولية جوال حاتم، رح أنتقل معها للفقرة الثانية وهي فك الشفرة. مع جوال حاتم نوصل لفقرة فك الشفرة. جوال، في كتير عالم بتعطى الهم هيدي الفقرة، بيكونوا مش مشفرين كتار وبيعطلوا همها. انت اليوم جوال ما بتشوفي حالك مشفرة زيادة عن اللزوم؟ يعني عندك شفرات كتير لازم انا ما عندي شي مخبى للأسف. للأسف يعني انه ايه للأسف ما خليتي شي مخبى. بس معقول يكون طلع هيدا ضدك هيدا التصريح، انه ما مخليه شي مخبى، كله مع علنتي على الهوا يعني وبي على صفحات الفيسبوك. انا وصغيره قبل فيسبوك قبل كل شيء، انا هيك. يعني الواحد ما بيقدر يعمل لك عصير؟ بلا، ما خص هي بهي. عم بسال. لا لا، سنغينا بو. بس انا شخص يعني اللي انا شيء بخصني لإلي بحكي فيه، اذا مضايقه بحكي، اذا من النوع اللي هيك. اشتغلت على حالي، بس ما قد ما في، يمكن صرت شوي احسن من قبل. بس شو جوال؟ ايه بليز، ما بدي اياك تبكي، وعم يعني بعدني ما بلشت، لانه عن جد ما بقبل، يعني ما بقدر اتحمل شوفك عم تنزلي دمعه من عيونك. اليوم بدنا نحكي. معلي، خليني اكيد يمكن برتاح اذا حكيت. يلا، ما انا بدي اياكي تحكي، يعني انا اليوم بدي اسمع جوال، بدي اطرح اللي الي واللي علي، يعني أكيد. اليوم رح احكي وجهتين نظر. طبعا. جوال حاتم، مين عاملك نجمه وكيف صرت ستار؟ أنا ما بعتبر حالي ستار ولا بعتبر حالي نجمة. كيف ظهرت على العالم، على الناس؟ كان عمري 18 سنة. كنت أنا بي حكيم قلب، من أشهر حكماء قلب. ميرسي، شكرا. تجهر وتحية. ما خصنا يعني بهالدومين ولا بش يعني ما very far away from this يعني. أوكي. كنت بنت French educated، أنا بعرف أحكي عربي، ما خصني بهالقصص، بس كنت حب اتصور، انا حب لإلي اشتري كاميرا اتصور حالي بالاوضه وهيك
صرت بعدين صاروا يتلاقوا فيه على البحر فوتوغرافرز انه يصوروني وهيك، بس اعمل كفرز ماجازين. بالاول كنت مشغوله بس بالدومين كل شيء فرنش ليبانيز وايز، بس فرنش وايز. بعدين وقت فتحت فيسبوك ينو صار يجيني كثير فرند ريكويست، اعمل اكسبت اكسبت. واكثر شيء وقت صار في شيء اسمه فولو على الفيسبوك فتحته الفولو. انا بنت بحب الناس، بحب انه اخذ وقعت عرفت، ومنمشي صار عندي كثير ناس بتصور الفيسبوك شهرني بتصور فيسبوك بتصور ايه. جوال في كثير عالم لما عرفوا انه انت حتكوني ضيفتي قالوا لي معقول؟ ما بعرف. جاوبيني شو بتقولي لهم؟ يعني اليوم شافوا انه يمكن جوال بكير بعدها تطلع ببرنامج بلا تشفير، مع انه انا اكيد بقدر وجودك معي اليوم، بس اليوم اللي قالوا انه لا جوال ما بقول لهم شيء. شو بتقولي لهم؟ ما بقول لهم شيء. بتشوفي حالك اليوم اصبح وجودك على الساحه الاعلاميه مش انا اللي بحكي عن حالي، الناس اللي بتحكي عني والصحافه اللي بتحكي عني. اليوم فيني اقول انه جوال حاتم راجع معي على الحلقه اليوم لتقولي لي انا عم نظف حالي، عم نظف الفيسبوك تبعي، عم نظف الجو اللي كنت فيه. من زمان انا من اول ما بلشت مع جورج غيرت، قلت لك من اول ما مثل اشي مع ست نضال تغيرت. فيك تسالها تغيرت من زمان يعني. نظفت الفيسبوك تبعي حتى اي حتى باسلوب الحكي تبعي يعني عرفت يعني قبل كنت كثير كنت شو كنت بشيل ويا ما بعرف شو كلمه شو بشيل.